مشتريات الكتب للشهر السادس 2022، وعقبال ما نصور مشتريات الكتب للشهر السادس 2023 لنرى الفرق بين الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة. مثل ما تعودنا، كما تعودنا كل شهر، نقوم بفتح أو بشراء مجموعة من الكتب والاطلاع على كتب جديدة، في الأغلب تكون باللغة التركية. نبدأ بالفتح معا، هيا بنا. الكلمات التي نقولها دائما: القراءة غذاء العقول، وبدون قراءة ماذا يحدث معنا؟ تصبح عقولنا بلا غذاء، ونصبح أغبياء، ونصبح مكتئبين، ونكرر أنفسنا إلى درجة أننا لا نعرف نفتح الصندوق. ما هيك؟ بسم الله، إن شاء الله ما أجرح يدي. تم الفتح. يجب أن نلبس كمامة عند فتح صندوق الكتب. الصندوق الخارجي تم فتحه، بعد هذا الصندوق الداخلي يجب أن ننتبه كي لا نؤذي الكتب. بسم الله. الكتاب الأول الذي يطل علينا هذا هو، هذه الفاتورة. كل الكتب هذه سعرها معا 320 ليرة، يعني 200 دولار أم أقل، يعني تقريبا 200 دولار. الكتاب الأول هو الكتاب الأخير الذي اخترته أنا، رويانن بيسكولوجيسي. ما هيك؟ بيسكولوجيسي، علم نفس الرؤى أو علم نفس الأحلام. الكتاب على شكل أسئلة وأجوبة، يجيب على كيف نحلم ولماذا نحلم وماذا يحدث في دماغنا عندما نحلم وهكذا. يقول لنا رويا لرهكندا هير شيء، كل شيء عن الأحلام. ندن رويا جرز، لماذا نرى أحلام وهكذا. كتاب طويل. بكي، الكتاب مترجم إلى التركية وليس مكتوبا باللغة التركية. نضع الكتب هنا. الكتاب التالي هو كتاب أطفال لكن عن البيتكوين، اسمه بيتكوين هيكايسي. طبعا هنا في لعب في العنوان، بيت سموها هي البيتكوين، نعرف البيتكوين، لكن هما سموها بيت القمل، كوي قرية، بيتكوي أو بيتكوي قرية بيت أو هكذا. يون هيكايسي، إذن حكاية بيتكوي هاكسز لا إزين فارميان بارانن كشفي، اكتشاف المال الذي لا يسمح بالظلم. قصة جميلة، قد نقوم بتلخيصها على قناة تشوجوك أيون وكتاب لارق، قناتنا هناك. بكي، الكتاب التالي هو هذا، هيالرين سيناريوك، لا حدود للخيال أو هكذا. المؤلف هو أحد رواد الفضاء، يتحدث عن رحلته التي قام بها من 50 سنة أو أكثر، الغبار شديد، ويتحدث أيضا عن أشياء أخرى، عن المصاعب التي واجهته وهكذا. الآن آخر كتاب، أجمل كتاب، نتركه للنهاية. الكتاب التالي اختل التوازن لحجم الكتاب. الكتاب التالي 700 صفحة، اسمه أوز أتاي، اسم الكاتب، توتوناما يانلر، الذين لا يستطيعون الصمود. رواية من الأدب التركي، طويلة قليلا أم كثيرا؟ كثيرا، يعني 724 صفحة. الكتاب التالي هو جاجيارس كتبهانسي، أحدهم كمان هو رواية، أحدهم يجد نفسه بعد فشل وبعد مشاكل، يجد نفسه في مكتبة عند منتصف الليل، ورفوف المكتبة كثيرة، عدد لا متناهي من الكتب، وكلما فتح كتاب وجد حياة جديدة مختلفة عن الأخرى وهكذا. يعني هي قصة مناسبة للناشئين. يقول لنا كركيكي ديلا تشافريلان لوسلار راس تشوك ساتان، إذن من الأكثر مبيعا، من الكتب الدولية الأكثر مبيعا، ترجم إلى 42 لغة. الكتب الثلاثة الأخيرة هي هذه، نعم، نفتحها معا، تحتاج إلى فتح مستقل لأنها سلسلة من ثلاث كتب من ناشونال جرافيك أو هكذا. طيب، جاري الفتح. عنوان الكتب الثلاثة:
Keşifler Akademisi, Akademiyet İktişafat. Naam. Bismillah. الكتاب الأول عنوانه شاهين تويو. طبعا هذه قصص أطفال أو كتب أطفال مليئة بالصور والمعلومات وهكذا، لأنها من منتجات ناشونال جرافيك فاخترناها. عنوانه شاهين تويو كما ذكرنا، ريش النسر وهكذا. طيب، ملمس الكتاب جدا غريب مثل الزبدة أو هيك. الكتاب التالي لنفس السلسلة اسمه إكلي سارمال، السارمال الثنائي، أظن يتحدث عن دي أن إيه أو هكذا غالبا، لست متأكد. طيب، إذن هي سلسلة كاشيفلر أكاديمي، أكاديمية الاكتشافات من ناشونال جرافيك. الجزء الثالث منها اسمه نيبولادن جيزامي، أسرار نيبولا أو هكذا. مثلا يقول هنا الطاقة التي تستخرج بالشكل الصحيح وتوجه بالشكل الصحيح يمكن أن تنجح في كل شيء. يعني الكتاب يتحدث عن أطفال يذهبون في رحلات استكشافية وهكذا، مغامرات الأطفال هو، وإن كان يبدو عليه أنه كبير، لكن كما ذكرنا نصفه رسم لردن أولوش مكتدر، يتكون من الصور. كانت هذه مشتريات الكتب للشهر السادس عام 2022. ما رأيكم بهذه الكتب؟ ما هي الكتب التي اشتريتموها أنتم وقرأتموها في هذا الشهر؟ انتظروا أخباركم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.